خلينا ننتقل لشق تاني كان من ابرز برضو التعديلات قصه اللوحات المعدنيه الخاصه بالسيارات، وان هيكون في تغيير في تكلفه صناعه او انتاج هذه اللوحات. بعد ما كان 115 شايفين التكلفه 600. بتوصل ل 600 جنيه. خلي بال حضرتك الاسباب توصل ل 600 وممكن تزيد، يعني قابله للزياده، قابله للزياده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبه 10% ليه يا فندم؟ سنوي. ليه بقى؟ هنوضح النقطه ديت. اولا اللوحات المعدنيه ديت اول ما ابتدت جبناها من احدى الدول الاجنبيه، دلوقتي احنا بنصنعها محليا. مكوناتها الماده اللي بتصنع منها هذه اللوحات بقى اصبحت غاليه جدا. الناس بتعتقد ان هي مجرد معدن، يعني ملوش اي مواصفات خاصه. حضرتك عارفه لو عندك عربيه مش بتشوفي شيء فضي كده في النص؟ الشيء الفضي اللي في النص ده فيه مكونات السياره كلها زي الملصق الالكتروني. الحاجة الثانية هذه اللوحات الجديدة اللي بعد رفع الرسوم من 115 ل 600 جنيه هتكون لوحات مؤمنة غير قابلة للتزوير أو التزييف. يعني هي تغير مواصفات اللوحات يا فندم؟ عايز أقول لحضرتك على حاجة. حضرتك مثلا اسم حضرتك سين، سين كذا كذا، اسم ده اسم حضرتك، هل في حضرتك حد اسمه غير زيك؟ مفيش. تمام؟ السيارة نفسها اللوحات المعدنية بتدل على شخصية السيارة. زي شخصيه البني ادم، فبالتالي اي تزوير او تلاعب في هذه الارقام بتتنقل لشخص اخر. لذلك في ناس كتير بتشتكي ان بيقول لك انا المخالفه دي ما عملتهاش، انا ما روحتش طنطا، انا ما روحتش دمياط، انا عمري ما روحت طنطا وروحت دمياط، يعني بدي امثله يعني، واخبار حضرتك. فبالتالي احنا بنعمل لوحات مؤمنه، الغرض من هذه اللوحات ان هي ما حصلش فيها التزوير او تزييف عشان الشخص يبقى ماشي في امن وسلامه. الحاجه الثانيه اللوحات لما بتكون مؤمنه ده بيساعد بشكل كبير على ضبط السيارات المطلوبه امنيا وجنائيا. في سيارات مع الاسف الشديد بتصطدم ببعض الاشخاص وتقوم بالهروب. طبعا. فدي كلها اهميه امنيه. طبعا. عايز اقول لحضرتك الغرض من هذا الموضوع وهو الحفاظ على امن الشارع المصري والمواطن المصري، بخلاف طبعا التكنولوجيا والنظم الالكترونيه والنقل الذكي، كل ده بيساعد بشكل كبير على تطور الحاله المرورية وتطور الحياه نفسها، لان احنا كلنا بنتحرك في الشارع. كل الناس بتتحرك في الشارع، من اكبر راس في الدوله لاصغر راس في الدوله كلنا بنتحرك في الشارع. لكن الناس بتسال سياده اللواء ليه الارتفاع في هذا، يعني المبلغ الخاص باللوحات من 115 ل 600 وقابله للزياده؟ المكونات غاليه جدا. ما لا هو 600 جنيه ديت بحد اقصى 600 جنيه عشان لو حصل زياده يبقى في اطار 600 جنيه. يعني مش هيتخطى 600. مش هيتخطى 600، لكن لو حصل تجاوز ان هي تخطت 600 فالقرار في هذه الحاله هيكون قرار رئيس مجلس الوزراء.